المغرب يا اخي طبعا طبعا اول امبارح كان في اخبار عن هدنه وزي كنا مبسوطين مكيفين العصر، كانت عندنا الاجواء بالتوب يعني، ولكنه كانوا في حرب هنا. فجاه المغرب يا اخي بلاقي النت بفصل، فقلت كنا في مشكله بالراوتر، فصلت الراوتر وشبكته فيش اشي. قلت ابعت لعيسى صاحبي اقول له خلاص ما فيش عندي نت، خلينا التواصل بيننا مسجات، لان انا دائما كنت بتعامل مع عيسى يقول لي اخبار الدنيا وشو بصير وزي هيك. هو نو سيرفيس، بروح بحكي لاخوي عبد الله بقول لي اياك نو سيرفيس على الكل نو سيرفيس. وفجأة وانه الدنيا شو القصة يا جماعة؟ الحمد لله عمي معاه راديو، فتحنا راديو حكوا توغل بري وقطع الاتصالات عن كل غزة. اسمع الشعور كثير مرعب، فاهم كيف؟ فكرة انك انت ممكن تموت في اي لحظة وما حدش يعرف عنك، يعني حتى ما حدش يصورك ريلي ينزلك يعني، فاهم كيف؟ لانه خلص انت بتستشهد بلفوك كل عام انت بخير. فقسما بالله كثير شعور حقير يعني، انت فاهم كيف؟ انا كنت زمان كنت قبل يعني في الحرب لما تحس بخوف بشيء ابعت لعيسى اقول له عيسى والله الوضع صعب ادعي لنا، نزل عندك على انستغرام يدعو لنا شيء. لما كانش في نت يعني كان في طريقه تواصل مسجات، لقيت فيش شيء فعليا. الجوال كانه لعبه. للامانه الشعور كثير مرعب يعني، فاهم كيف؟ اللي هو انت قاعد بصواريخ بتنزل بس مش حد حاسس فيك، يعني انت ما حدش داري عنك. يعني اذا وقت الدحدوح وصلوا بصعوبه. الحمد لله. قسم بالله تشوف فرحتنا لما رجع الارسال، يعني تقول ايش؟ طيب احلامنا صارت كثير بسيطه، انه ارسال نت، شحنة جوالك، عبينا مي. الله يفرجها. امبارح قصفوا بيت عندنا في المخيم، ولحتى الان في 35 واحد تحت الانقاض ما طلعوهم. والناس سامعة أصواتهم. طبعا هذول ما حدش يدري عنهم، حتى ما ينزلوش خبر كمان، لأنه فاهم كيف؟ طلع اللي جوا وينزل قدام، طلع اللي جوا واطلع على سنة. ولك الله ياخذك ان شاء الله، ينبطح عليك بيت ما يلاقوك، ولك شو اساعد؟ شو رحت على البيت شو عملت انا؟ لقيت فيش ايش اقدر اساعده يعني، بيت على الطوابق مقلوب على الناس، انا شو اقدر اعمل؟ رحت هناك فيش ايش اعمل، ولا حد عارف يطلع ايش. هاي بدها معدات ضخمه تيجي تشيل البيت، ناس ينشالوا، يا مريضه يا متخلفه، انا شو اعمل؟ حسبي الله عليك ان شاء الله يا رب، بيحكوا دعاء الواحد في الحرب مستجاب، ان شاء الله يا رب تنشلي انت وكل اهلك مع بعض، شل الرباعي عشان بطلت علقة عن الناس. يا مريضة يا متخلف، أنا شو أعمل يعني؟ جد شو أعمل؟ قرف اللي يقرفك. متخلفين يعني، بقول لك روح سأل شو أساعد؟ شو أساعد؟ رحت عندهم صورت، ما فيش إشي أعمل، فيش إشي، ناس قاعدة بتحفر ولا عاملين إشي أصلاً فعلياً. في 30 واحد عارفين يطلعوه. يا مريضة بدل ما تحكي هيك خلي الناس تفتح المعابر يدخلوا معدات تشيل الناس، أنا شو أعمل؟ كل ما واحد زي يقول لك روح ساعد الناس، إن شاء الله ما تلاقي أحد يساعدك، موت اختناق. عم بلكي سمعوا كنت زلمه، في حد بيقدر يطلع؟ عم انا مش راضي اصل ضارب، مش قادر اصلها ضارب.